بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة للجميع. هذه هي المحاضرة الثالثة في مبادئ البيئة، معكم أستاذ صالح العالم. نأخذ في هذه المحاضرة الثالثة من مقرر مبادئ البيئة، نتحدث مع بعضنا على العلاقة بين الإنسان والبيئة. طبعا العلاقة بين الإنسان والبيئة هي علاقة ليست بجديدة، لأن البيئة في أبسط تعريف لها، لما جيت بتعرف البيئة تتحدث عنها، هي كل ما يحيط بالإنسان، أي الإطار الذي يمارس فيه الإنسان حياته وأنشطته المختلفة. يعني أنت تبي تعرف أن تعريف البيئة هو كل شيء يحيط بك، كل شيء يحيط بك في حياتك، في عملك، في معيشتك، في رياضتك، في انتقالك من مكان لمكان، هذه كلها يعتبر إيش؟ يعتبر بيئة اللي أنت تعيش فيها، لأنها تشكل الأرض التي يعيش عليها، والهواء الذي يتنفسه الإنسان، والماء الذي هو أصل كل شيء حي، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. منذ أن خلق الله الإنسان والأرض على صورتها الفطرية، فقضية الإنسان والبيئة قضية معروفة منذ بدء الخليقة. يعني نحن بنعرف أن البيئة في هذه الشريحة الأولى، أن البيئة هو كل شيء يحيط بك، كل شيء يحيط بك هو البيئة التي تعيش فيها. يعني مثلا لو أن الإنسان مثلا يسكن في مكان معين، مثلا في أحد المناطق في مدينة بنغازي، والأنشطة المختلفة، عمل، رياضة، حياته، النفس اللي يتنفس فيه، الماء اللي يشرب فيه، الأكل اللي يأكل فيه، هذا كله يسمى إيش؟ يسمى هو البيئة. وبالتالي هنا في علاقة بين الإنسان والبيئة ضروري يتم المحافظة عليها عن طريق بعض الأشياء التي سنتطرق لها في بعض المحاضرات القادمة. فهذه العلاقة تعتبر علاقة وطيدة جدا، وبدون هذه البيئة لا يستطيع الإنسان إيش؟ أن يعيش. لأن يعني منذ أن خلق الله الإنسان الأرض على صورته الفطرية، هذه هي إيش؟ العلاقة بين الإنسان والبيئة. فهذه قضية معروفة منذ زمان، أن الإنسان ضروري يعيش في بيئة، والبيئة يتغذى منها ويعيش منها ويتنفس ويعمل فيها ويمارس فيها جميع أنشطته إيش؟ الحياتية المختلفة. الشريحة الثانية نتحدث فيها عن تطور علاقة بين الإنسان والبيئة. طبعا العلاقة منذ الأزمنة السحيقة السابقة كان في علاقة، مر الإنسان بمراحل فيها، بمراحل متعددة ومتغيرة، من خلال دورته الحياتية في هذا الكون، ومن خلال هذه المراحل تحددت العلاقة متاعها مع البيئة. طبعا نحن بنجوم نتطرق لعدة مراحل في هذه العلاقة اللي تطورت ما بين الأزمنة وما بين إيش؟ الإنسان والبيئة. في كل زمان تتطور هذه العلاقة، كل ما يجي زمان ووقت، كل ما يتقدم الوقت، كل ما تطور الإنسان والبيئة، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن مع البيئة الموجودة، وكيف قام الإنسان بعدة أضرار في البيئة، منها الغازات السامة، ومنها التعامل مع البيئة بشكل سيء، وإلى ذلك اللي حنتطرقوا له إن شاء الله بإذن الله في محاضرات قادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. المرحلة الأولى هي التي كان الإنسان يتعامل فيها مع البيئة بشكل مبسط رقيق، دون أن يؤثر على المكونات البيئية. المرحلة الأولى في الأزمنة الغابرة السابقة زمان، كان الإنسان يتعامل مع البيئة بشكل بسيط جدا، يعيش فيها، يأكل من خيراتها، يرعى الحيوانات، يتدفى بالحطب متاع الأشجار بشكل بسيط جدا، فكانش يؤثر في المكونات متاع البيئة متاعها، فكانت البيئة موجودة بكامل طاقاتها وإيجابياتها. وبالتالي هنا تعتبر هذه المرحلة هي مرحلة ازدهار ما بين البيئة والإنسان، لأن الإنسان كان ما يأثرش في البيئة. يعني نحن في المراحل الجاية اللي بندو فيهن، هذه المراحل القادمة، هذه مراحل أثر فيهن الإنسان والبيئة. فبالتالي تعتبر المرحلة الأولى هي مرحلة ما كانش إيش الإنسان يؤثر فيه على المكونات البيئية الموجودة في الوسط اللي يعيش فيه. نجول للمرحلة الثانية، هي التي تمثلت بازدياد النشاط البشري. هنا شن صار؟ زاد النشاط البشري، وبدأ إيش المتطلبات، أو زيادة المتطلبات الأساسية للإنسان. إنسان
تحول في هذه اللحظة من مرحلة اعتماد الشبه كامل على النبات إلى مرحلة اصطياد الحيوانات. يعني في الأول المرحلة الأولى كان ما يؤثرش في المكونات البيئية، قلنا في المرحلة الأولى، فكان يتغذى على النبات ويأكل في الفواكه والخضروات، وبالتالي أصبح الإنسان لا يؤثر فيها بشكل كبير بك. ولكن في هذه المرحلة الثانية بدأ الإنسان في اصطياد الحيوانات، والحيوانات طبعا من البيئة المحيطة به، وبالتالي هنا أصبح بدأ الأعداد في الحيوانات يتناقص، وأخذ باستخدام أساليب الصيد. أساليب الصيد هنا كانت بدائية في الأزمنة السابقة، ولكن بعدها طورها واكتشف النار. كذلك أصبح لديه قدرة على التأثير على البيئة بشكل أكبر، بدأ الإنسان هنا يؤثر على البيئة، بدأ يصطاد بشكل كبير مما كان في السابق، وإن ظل هذا التأثير محدودا في تلك المرحلة. يعني ممكن كان يصطاد الإنسان في الحيوانات ويؤثر فيه وينقص في أعداد، ولكن بشكل ما أثرش واجد على البيئة في المرحلة الثانية، أقدر نقوله يعني تأثيره كان محدود في هذه المرحلة. ولكن تطور هو من المرحلة الأولى، كان يأكل في النباتات الإنسان زمان والفواكه والخضروات، وما كانش يصطاد في الحيوانات. المرحلة الثانية انتقل وأصبح يصطاد الحيوانات، وأخرى بعد يصطاد الحيوانات كان يطور في أساليب الصيد، كان يتطور في أساليب الصيد، ممكن بالرمح، ممكن بالكمائن، بكل مرة يتطور فيه، وبالتالي بدل ما كان يصطاد في الأسبوع في مثلا في حيوان واحد، أصبح يصطاد في الأسبوع في حيوانين، وبالتالي بدأ يؤثر تأثير محدود في هذه المرحلة الثانية اللي تحدثنا عنها في هذه الشهر الثانية. المرحلة الثالثة كانت مرحلة الزراعة والاستقرار، إذ قام الإنسان باستغلال مياه الأنهار في الزراعة. بدأ يستغل في المرحلة الثانية، بدأ الإنسان يستغل في المياه في الزراعة، ما كانش يعتمد على الأمطار، بالتالي كان مياه الأنهار بدأ يروي بها في المزارع متاعتها. كما توسع في الاستغلال في طريق إنشاء السدود والقنوات، بدأ يسكر في, 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 في الأنهار، يدير في قنوات عفوا والقنوات، تطور أساليب الزراعة والحرث والري والحصاد. فبدأت التغيرات البيئية تأخذ شكلها على الأرض. يعني كانت الأرض اللي في البيئة المحيطة بالإنسان كانت كيف ما نقوله نحن معتمدة على إيش، على الأمطار، وقاعدة كيف ما هو كيف ما هي. ولكن هو جندار طور أساليب الزراعة والحرث والري، بدأت التغيرات تبان في البيئة المحيطة به. فبدأت هنا شن صار، بدأ ظهور النفايات الطبيعية المرتبطة بالنشاط البشري. النفايات بدأن نفايات يطلع فين، وهذه النفايات مرتبطة بالنشاط البشري في الظهور، وقد استطاعت الدورات الطبيعية استيعابها. هنا بدأت إيش، حتى كان في نفايات كانت الدورة الطبيعية متاع الأرض تستوعب هذه النفايات، مش كيف توا. يعني توا كم لما تجي انت ماشي في الطريق او في اي مكان في مزارعنا نحن وفي البيئة بتاعتنا، تلقى اكياس القمامة مرمية في المزارع بكميات هائلة على الطريق، على جنب الطريق، على يمين وعلى يسار، في كل مكان تمشي له، في بنغازي، في البيضة، في المرج، في بن جواد، البريقة، مشرق جنوب، تخش جالو وأجرة، تلقى المزارع أغلبيتها فيها نفايات بتاعت المرتبطة بالنشاط البشري موجودات. وطبعا نحن نعرف أن البلاستيك وشكير النايل وهذين ما يتفاعلنش مع التربة، وبالتالي ديما موجودات، فبالتالي يقدر يدير في مواد كيميائية، وبالتالي يؤثر على الزراعة، ويبدأ النفايات هنا في هذه المرحلة يؤثر بدور كبير جدا في الزراعة. ولكن الدورة الطبيعية تستوعبها في تلك المرحلة، أما في المراحل القادمة اللي بنحكوها نحن ما يقدرش يستوعبها الدورات الطبيعية. نجول للمرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة هي مرتبطة بشكل خاص بالثورة الصناعية. هنا في مشكلة. المرحلة الرابعة مرتبطة بشكل خاص بالثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا. وهنا استطاع الإنسان استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحويل الموارد الطبيعية لسلع وخدمات مختلفة. هنا شن صار في المرحلة هذه، المرحلة الرابعة؟ قامت ثورة صناعية كبيرة جدا، وين؟ في أوروبا الغربية. وهنا استخدم الإنسان تكنولوجيا حديثة، حول الموارد الطبيعية إلى سلع وخدمات. بيش يستفيد من الإنسان؟
ولكن الموارد الطبيعية كيف شنو مثلا؟ الموارد الطبيعية كيف مثلا كيف الأشجار؟ في مزارع في أوروبا انتهن غابات آسف في أوروبا انتهن نظرا ليش لاستهلاك الأخشاب وقطع الأشجار لاستخدامها في تصنيع الأثاث، وبالتالي استخدموا التكنولوجيا لقطع هذه الأشجار، ونحن عارفين أن الأشجار تعتبر من الثروات الطبيعية البيئية الموجودة التي تقدم للإنسان الأكسجين، وبالتالي كل ما تفقد شجرة كل ما تفقد نسبة كبيرة من الأكسجين على وجه الأرض، وبالتالي اختل التوازن البيئي هنا، وبالتالي بدل ما أنت تخلي الشجرة تجيب لك الأكسجين تقطع في الشجرة وتدير بها في دار نوم أو تدير بها في سرير، تم استخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتالي لصناعة الأثاث، وبالتالي فقدنا نسبة كبيرة من الأكسجين. سلع وخدمات، خذوا الشجرة داروا بها سلع وخدمات، سلع وخدمات داروا بها دار نوم، داروا بها سرير، داروا بها شماعة من الخشب، داروا بها داروا بها، وبالتالي هنا إيش فقدنا الشجرة التي تعطي فينا في الأكسجين، وتمت الاختلال البيئي التوازن. ليش؟ لأن الأشجار معروفة أنها هي أول مصدر الأكسجين، أقوى مصدر الأكسجين، أفضل مصدر الأكسجين على وجه الأرض اللي تعطي لنا نحن بس نستنشقه ونعيشه. الثورة الصناعية هذه زادت من 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 كآبة البيئة، وزادت الثورة الصناعية من استخدام الموارد الطبيعية ووضعها في سلع، بالتالي هنا كنا نحن في مأزق صعب موارد وغيرها من الموارد التي لم تكن ضمن مكونات الأساسية، وقد عجزت الدورات الطبيعية عن استيعاب هذه المواد الدخيلة. يعني نحن هنا لما نقطع شجرة أو شجرة باش نحن تطلع مكانها شجرة واحدة تبيننا مثلا عشرات السنين باش تطلع نفس الشجرة، ولكن هذا كان هدر للطاقات البيئية. من ضمنها البرازيل، غابة في غابات بين البرازيل والأرجنتين في أمريكا الجنوبية تسمى غابات الأمازون، تم سحق ما يقارب عن 30% من هذه الغابات، القطع بشكل يومي للأشجار، ملايين الأشجار قطعت، وبالتالي لاستخدامها في مواد وسلع مثل الأثاث المنزلي الخشبي الذي نجد فيه في 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 منازلنا الآن هو عن طريق الأشجار، وبالتالي تم اختلال بيئي كبير جدا في هذه الدول، وبالتالي تؤثر أيضا على نسبة الأكسجين في العالم، وتؤثر على فتحة الأوزون الموجودة في الأرض، حيث تم ارتفاع عدد درجات الحرارة في بعض الدول نظرا لفتحة الأوزون التي سوف نأتيها في محاضرات قادمة بإذن الله تعالى التي نتحدث عليها. ظهرت مشاكل بيئية خطيرة أخذت تأثيرات سلبية تمتد إلى العناصر البيئية الحية وغير الحية، وظهرت مشكلات التلوث بمختلف أنواعها. لما قاموا الثورة الصناعية وأصبحت يختل التوازن البيئي، ظهرت مشكلات بيئية خطيرة مثل ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أصبح نسبة الذوبان كبيرة جدا، وصلت عن 30%، وهذا يهدد إيش؟ يهدد لما يذوب الجليد يهدد بارتفاع منسوب البحار، وبالتالي تغرق نسب كبيرة جدا من الجزر التي اختفت نهائيا نظرا لارتفاع منسوب البحار، نظرا لعدم وجود الأكسجين في الأرض. وبالتالي هناك مشكلات أيضا، مشكلات المصانع المحاذية للأنهار، حيث يقومون بسكب مخلفات المصانع في الأنهار، وبالتالي يتلوث النهر، تموت الأسماك، يموت الطحالب، يموت المرجان، جنبات النهر من اليمين واليسار تجدها ملطخة بالتلوث. هذه المشاكل البيئية الخطيرة تؤثر على حياة الإنسان والبيئة المحيطة بنا. تطورت من خلال تطور علاقة بين الإنسان والبيئة، يتضح لنا ما يلي. يعني نحن لما تطورت العلاقة ما بين الإنسان والبيئة سوف تتضح لنا بعض الأمور. أول حاجة، نقطة رقم واحد، هي أن الإنسان بدأ حياته على الأرض وهمه الأكبر حماية نفسه من غوائل البيئة. من إيش غوائل البيئة؟ يعني من مشاكل البيئة، خاصة ما يعيشه من حيوانات مفترسة أو كائنات دقيقة. يعني هو الإنسان دائما كان هم الأكبر علاقته في البيئة أن دائما خايف من البيئة، حيوانات مفترسة، فيروسات،
طفيليات بكتيريا، وتدرجت العلاقة أن أصبح هم الإنسان بدل هم الإنسان هو حماية البيئة من هذه الغوائل من فعل الإنسان، وبرزت قضية استنزاف مصادر الطبيعة غير المتجددة. يعني هنا بدل مكان هو يخاف إيش من الحيوانات المفترسة وكائنات دقيقة، أصبح إيش يستنزف في طاقات ومصادر طبيعة، لأنها مصادر طبيعة بدأ يستنزفها ويمص فيها وياخذ فيها، وهذا يمثل تهديد لحياة الأجيال القادمة. يعني مثلا لو يقعد في عندهم مثلا مياه جوفية، مثلا المياه الجوفية يستنزفها الإنسان ويصبح يشرب فيها بشكل إيش مدر. يعني كيف ما نحن تو عارفين أن المياه الجوفية استخدموا فيها مثلا في بنغازي، في مناطق مثلا نائية في بنغازي استخدموا فيها، ولكن استخدموا فيها تجدهم يغسلوا فيها في سيارات الفرش، وممكن تلقاها في جعبة مكسورة وقاعدة المية تدلف مش محد إلى حد، وهذا يسبب استنزاف لإيش لمنسوب المياه ومخزون المياه في هذه المناطق، وبالتالي المنسوب الجوفي للمياه يصبح يعيش في تناقص تدريجيا إلى أن تختفي هذه المصادر الطبيعية. رقم 2، الإنسان المعاصر تتصل حياته بالتفاعل الوثيق بينه وبين العلم وتطبيقاته التكنولوجية والصناعية، وبين البيئة باعتبارها إطار حياة الإنسان، ولقد أطلق العلم وتطبيقات الإنسان العنان للسيطرة على البيئة. النقطة الثانية أنا باش نشرحها ونوضحها توضيح جيد، هنا يقول لك أن الإنسان تواصل مع العلم وتطبيقاته ودار تكنولوجيا قوية وصناعية واكتشف عدة اكتشافات صناعية قوية، وبالتالي أصبح الإنسان مسيطر على البيئة، وأطلق هذا العلم وهذه الاكتشافات التكنولوجية للسيطرة على البيئة بشكل كبير جدا، وبالتالي أصبح الإنسان ممكن زمان أيام العصور القديمة كان الإنسان لما يبي يقص شجرة مثلا أو شجرة كان يقصها في 3 ساعات، توا الإنسان مطور آلات قص للأشجار ممكن يتم قص شجرة في دقيقة، يعني دقيقة يقص شجرة، في ساعة يقص لك كيش 60 شجرة، وبالتالي التكنولوجيا سيطرت على البيئة وأمعنت التغلغل فيها لدرجة أنها إيش أصبحت البيئة مزومة في هذه المعركة، وسيطر الإنسان ولكن سيطر بفضل إيش التكنولوجيا الصناعية التي قضت على البيئة قضاء ويعني شبه بنسبة 80%، وبالتالي أصبحت البيئة لا تتفاعل. يعني نحن لما نجون بنقطعوا 60 شجرة في 60 دقيقة، لما نبوا نزرعوا 60 شجرة تبيلنا ما يقارب عن إيش يجي 10 سنوات. شوف تقطعن الأشجار تقطعن في 60 دقيقة، تبي تزرع أشجار ويكون المثمرات حيأخذ منك 10 سنوات، ما تقدرش البيئة ان هي تزرع لك شجرة في 60 دقيقة او في نصف ساعة. فبالتالي هنا اطلق الانسان العلم وتطبيقات التكنولوجية في السيطرة على البيئة ونجح في ذلك، واصبحت البيئة في تقهقر في رجوع للخلف، وبالتالي صار عدة مشاكل بيئية من تدخل الانسان والسيطرة على البيئة بفضل التكنولوجيا والثورة الصناعية التي حدثت. هنا مما سبق يتضح لنا أن استمرارية حياة الإنسان تعتمد بصورة واضحة على إيجاد حلول عاجلة للعديد من المشكلات البيئية. يبقى هنا ضروري في مشاكل بيئية صارا ضروري نحن نضع لها حلول عاجلة باش نحاول بقدر الإمكان أن نحن نسيطر على هذا الوضع، وبالتالي نعيش في بيئة جيدة، نتنفس أكسجين جيد، نتغذى على غذاء جيد، نحافظ على التوازن النسبي في البيئة، لأن نحن نعيش في محيط ضروري نحاول بقدر الإمكان أن يكون محيط بيئي جد ممتاز. من أبرز مشكلات طبعا لما نحن قلنا مما سبق يتضح لنا أن استمرارية حياة الإنسان تعتمد بصورة واضحة على إيجاد حلول، شنو الحلول اللي هن حنجون توا، للعديد من المشكلات البيئية الرئيسية التي من أبرزها مشكلات 3 يمكن تلخيصها فيما يلي. بيجينا توا وحدة وحدة نبو ناخذوا أبرز 3 مشكلات يمكن تلخيصها، وهي كالتالي: النقطة الأولى رقم 1، كيفية الوصول إلى مصادر كافية للغذاء لتوفير الطاقة لأعداد متزايدة. يعني هنا نبو نعرفوا
ضروري نوفر مصادر غذائية لتوفير الطاقة للإنسان، نظرا لأن أعداد الإنسان أصبحت في تزايد، فضروري تبي توفر مصدر غذاء. المصدر الغذاء يتم عن طريق زرع ساحات كبيرة جدا من الأرض، دون التعرض للأشجار، دون التعرض للحيوانات، دون التعرض للأشياء المحيطة بالبيئة. وبالتالي المصادر الكافية للغذاء هذين يخلق التوازن ما بين الطبيعة التي نحن نبغى نعيش فيها. لما نحن نوصل إلى مصادر كافية للغذاء الصحي الجيد، الغير قاتل، الغير مسبب للأمراض، نحافظوا بالتالي على التوازن البيئي في التربة، نحافظوا على توازن الأكسجين متاعنا في الجو، نحافظوا على مصادر الطاقة، نحافظوا على أشياء كبيرة جدا. وبالتالي هذه النقطة تعتبر نقطة مهمة في المشكلات التي تتعرض لها البيئة على وجه الأرض. النقطة الثانية وهي كيفية التخلص من حجم فضلاته المتزايدة. يعني نحن ضروري بنعرفه أن الفضلات المتزايدة من الإنسان ومن المصانع ضروري نعرفه كيف التخلص منها. يعني نحن هنا شنو يقول، أقول لك كيفية التخلص من حجم فضلاته المتزايدة وتحسين الوسائل التي يجب التوصل إليها للتخلص من نفايات متعددة، وخاصة النفايات غير قابلة للتحلل. يعني نحن هنا في النقطة الثانية نبغى نوصله معلومة إن من الضروري التخلص من الفضلات المتزايدة. يعني مثلا ناخذ مثلا مياه الصرف الصحي. مياه الصرف الصحي عادة دائما مياه الصرف الصحي في الدول الغربية، الدول المتعلمة، الدول المثقفة، الدول التي ترى في أن مياه الصرف الصحي تعتبر من المياه الخطيرة المضرة بالبيئة. ففي هذه الدول يتم إيصال أنابيب كبيرة جدا من الصرف الصحي إلى مصانع خاصة بالأسمدة. يعني الفضلات المتزايدة من الصرف الصحي يمشن لهذه المصانع، والمصانع يقومن بتصنيع وتبخير وتخمير هذه الفضلات لكي تصبح سماد. السماد وين يستخدموه؟ يستخدموه في الزراعة باش يحصلوا ايش، غذاء جدا ممتاز. وبالتالي يقعدوا هنا ضربوا عصفورين بحجر واحد، وهو انهم هم تخلصوا من الفضلات وخذوا الفضلات هذين ودارون سماد عضوي صحي للزراعة ويستخدموه في الزراعة. نحن هنا عندنا في الدول العربية وفي في ليبيا عندنا الصرف الصحي نطلقوا فيه في البحر، وموجود عندنا هنا في شاطئ ليبي بالكامل، شاطئ ليبي كامل في أماكن نحن عارفينهن إن يتم الصرف الصحي، يعني التخلص منه في مياه الأبحار البحار آسف. وبالتالي هنا نقضوا على الحياة البحرية، البيئة البحرية تموت، كيف ما نحن عارفين إن الشاطئ بتاع بنغازي بالكامل هنا، ممكن القرية السياحية لما تجي من عند الرملة وتاخذ عينة من الرمال حتجد الرمال في يدك سوداء اللون. السوداء اللون هذا نظير نظرا لوجود الصرف الصحي، وبالتالي يموت جميع الطفيليات والبكتيريات، ويموت جميع أنواع الأسماك والبيض متاعها، وبالتالي تفقد تدريجيا إيش المياه ملوحتها اللي هي جاية من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتم الخلل الكبير في هذه المياه. فمن الضروري تحسين وسائل التوصل للتخلص من هذه النفايات. يعني من هذه النفايات، يعني ضروري الصرف الصحي ما يمشيش للبحار، لأن من أكبر الأخطار التي تواجه البحار بتاعتنا نحن وهي إيش، التخلص من الصرف الصحي في البحار. وبالتالي حتى الإنسان اللي يمشي غادي للسباحة ويعوم كيف ما نقوله بنحنا بالعامية يتعرض إيش لأمراض جلدية مختلفة، ممكن يتعرض للأكزيما. نحن الأكزيما عارفينها هذه اللي هي جلدة تقعد مقشرة بتاع الإنسان، ويتعرض لأمراض في العيون، ويتعرض لأمراض في قشرة الشعر، ويتعرض إلى، وهذه تعتبر من الأخطار، لأن نحن تلاعبنا بالتوازن البيئي وقررنا ان احنا نحط مياه صرف الامطار الصرف الصحي في البحار، وبالتالي قمنا بجريمة كبيرة جدا. ولكن في الدول الغربية يتم تحسين الوسائل للتخلص من هذه النفايات عن طريق
تبخيرها وتخميرها ومن ثم إعادة تصنيعها من جديد وتحول إلى سماد ويتم الاستفادة منها، وخاصة النفايات الغير قابلة للتحلل. النقطة الثالثة كيفية التوصل إلى المعدل المناسب للنمو السكاني حتى يكون هناك توازن بين عدد السكان والوسط البيئي. هنا ضروري في النقطة الثالثة أن يكون في توازن في المعدل المناسب للنمو السكاني، يعني يكون في سيطرة على النمو السكاني، يعني مثلا يكون فيه مؤتمرات توعوية للأسر التي موجودة في هذه الدولة أو في ليبيا بأن النمو السكاني لما يقعد منفجر، يعني كل شخص يتزوج ممكن ينجب 3 أطفال أو 4، ما فيش واحد يتزوج ينجب ما يقارب عن 6-7 كيف ما صاير في مصر. وصلوا الآن مصريين إلى وجود إلى عدد تعدادهم آخر تعداد قريب ما يقارب عن 120 مليون، 120 مليون نسمة. قالوا نحن نبندوروا توعية للسكان بأنهم هم ما يحاولوا قدر الإمكان الإنجاب يكون 2-3 أطفال كيف ما صاير في الصين. الصين الإنجاب طفل واحد، قانون عندهم أن يتم إنجاب طفل واحد، إذا تم إنجاب طفلين يتم مخالفتك ويتم ممكن حتى سجنك. وبالتالي هنا ضروري يكون في معدل مناسب للنمو السكاني بيشيش لما يرقى المعدل السكاني ويرتفع عدد السكان ما يخربش التوازن البيئي. ليش؟ لأن كل ما يزيد عدد السكان كل ما يزيد التوازن البيئي يخرب، ويتم إيش استخدام الطاقات واستخدام الأشجار واستخدام الديزل واستخدام اللي هي نقوله النافتة نحنا، وبالتالي يبدأ إيش؟ يبدأ الهواء متلوث، وتبدأ المزارع تختفي، ويبدأ السكن والعمارات تطغى على المزارع، ويختل التوازن بين عدد السكان والوسط البيئي. هنا من الثابت إن مصير الإنسان مرتبط بالتوازنات البيولوجية، يعني نحنا مصيرنا هنا عايشين في هذه البيئة ضروري التوازنات البيولوجية اللي هم السلالة الغذائية التي تحتويها النظام بي، ضروري تعرفوا أن مصيرنا مرتبط بهذه التوازنات. حافظنا على البيئة متاعنا نعيشه، ما حافظناش على البيئة متاعنا مصيرنا أن نحن نأخذ الأمراض وممكن حتى ننتقلوا للوفاة. ليش؟ لأن نحن ما حافظناش على البيئة الموجودة بها. وإن أي إخلال بهذه التوازنات، يعني لو خللنا نحن بالتوازنات البيئية والسلاسل، ينعكس مباشرة على حياة الإنسان. يعني تخيل لو أنت عايش في مكان في قمامة وقاعد تساكن في عمارة ومحيطة بغنانة وكل قمامة، وكل يوم يجي واحد يحرق القمامة، كل يوم أنت تستنشق فيها في أنت وأسرتك، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، بالتالي هنا إيش تتعرض أسرتك لضيق التنفس، للجيوب الأنفية، ولعدة أمراض. يبلا ليش؟ لأن صار في اختلال في التوازنات، وبالتالي مع استنشقت هواء نقي أكسجين نقي، وبالتالي سوف تتعرض الأمراض. لهذا فإن نفع الإنسان يمكن يكمن في المحافظة على سلامة النظام البيئي. يعني لما نبو نحن صحة سليمة، لأن نحن ضروري نحافظوا على النظام البيئي متاعنا. النظام البيئي يؤمن لك حياة أفضل. وأخيرا مما تقدم يتبين أن هناك علاقة اعتمادية، يعني في اعتماد، علاقة اعتمادية، كل شخص كل حاجة تعتمد عليها حاجة، اعتمادة داخلية بين الإنسان وبيئته، فهو يتأثر، الإنسان يتأثر بالبيئة ويؤثر إيش في البيئة عليه. وعليه يبدو جليا أن مصلحة الإنسان الفرد أو المجموعة تكمن في تواجده ضمن بيئة سليمة. يعني نحن لما نقعد وعايشين في بيئة ضروري نأثر فيها إيجابيا وهي تأثر فينا إيجابيا. يعني البيئة نحاول بقدر الإمكان أن لما نسكن في مكان نحافظوا على البيئة، نحافظوا على مياه الأنهار، نحافظوا على الغابات، نحافظوا على الهواء، ما نحاولوش أن نؤذوا هذه الأشياء. فبالتالي هذه الأشياء لو نؤذوها نحن حتأذينا نحن على صحتنا. ليش؟ لأن الإنسان وبيئته يتأثر بها وتؤثر عليه. هنا من الضروري تواجد الإنسان ضمن بيئة سليمة. إذا كان تواجد ضمن بيئة سليمة تستمر أنا الحياة صحيحة وسليمة. فبالتالي نبو نعرفه نحن من خلال هذا العرض أن الإنسان والبيئة هما مكملين لبعضهما البعض. فبالتالي إذا كان في ضرر في البيئة حينضر الإنسان،
وإذا كان الإنسان ضر البيئة فبالتالي حيتضرر هو، وبالتالي من الضروري جدا أن يؤثر فيها بالشكل الإيجابي وليس بالشكل يؤثر فيها بالشكل الإيجابي وليس بالشكل السلبي. آخر نقطة حندو عليها وهي أن الإنسان إذا كان يرغب في حياة سليمة من المهم جدا أن يعيش في بيئة سليمة خالية من الأمراض ومن المؤثرات التي تؤثر على حياته. وبهذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة، شكرا لحسن استماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.